في نزول القهوه مثلا السجاير. لا هي جت ممكن من واحد تالت. هو عامه اكله معقد يعني، بقى في حاجه عايز يعملها بس انا ماليش مود ان انا اعملها دلوقتي، فيتضايق مني ان هو عايز يعملها جدا وانا ارفض يعني. لا بصراحه مش فاكر. قشطه. هنلعب مع بعض لعبه، هسالكم مجموعه اسئله كل واحد فيكم لوحده، تمام؟ والاسئله دي لو طلعت ان في توافق ما بينكم بنسبه 50% يبقى انتوا كده اصحاب بجد. قولي صحاب بقالكم قد ايه وطبعتوا على بعض في ايه في خلال الفتره اللي انتوا عرفتوا فيها بعض؟ احنا اصحاب من اولى جامعه يعني، بقالنا 5 سنين احنا بنتخرج خلاص اهو، وطبعنا على بعض في ايه؟ في نزول القهوه مثلا السجاير. مين فيكم اللي علمها للتاني؟ لا هي جت ممكن من واحد تالت مثلا يعني. اخر مصيبه عملها هو كانت ايه؟ انه ما نجحش في السمستر اللي فات ده. خبيت على اهلي ان انا شلت سنتين. واكتر اكله بطاطس مثلا. هو عامه اكله معقد. اخر موقف جدع عملته معاه؟ 5 سنين مش كتير، مش قليل. لا بصراحه مش فاكر يعني. كان مثلا في مشكله بيني وبين صاحبتي وهو اللي دخل عشان يحلها يعني. كلمه دايما بترددها او ملازماك؟ قشطه. كلمه كده في وسط كلامه طول ما هو قاعد بيتكلم يقول كده كده. هو فضحك. هو قال ان المكان اللي اول حاجه اللي انتوا طبعتوا على بعض فيها السجاير، وانت قلت القهوه. هي 2-1. في كذا حاجه. انت قلت ايه؟ انت قلت ايه الاكله اللي انت بتحبها؟ بطاطس. انت اكلك معقد اساسا ما اعرفناش. بالنسبه بقى لاخر موقف جدعانه عمله معاك، هو مش فاكر. انا قلت له هو بس هو مش، انا كنت عارف ان هو مش هيقولها. انا قلت لها ان انت في مشكله بيني وبين صاحبتي وانت دخلت فيها عشان تحلها يعني، بس انا عارف ان هو مش هيقول كده. يا الله يا ولي الصابرين. ربنا يصبرنا. بتقولها ايه؟ طول ما انا قاعد، طول ما احنا قاعدين كده قاعدين مثلا ساكتين، يقوم هو قايل الجمله دي كده. هو بيتر يعني دايما يقول لنا كل ما نبقى قاعدين ساكتين كده، يلا يا جماعه ولا الحمد لله. هو انت انا عبد الرحمن بجد؟ ما شاء الله. لا بجد والله انتوا صحاب حلوين قوي قوي. لا انتوا لازم كل واحد فيكم يقول كلمه للتاني حلوه بقى بمناسبه المواقف الجميله دي. بقالي 5 سنين وان شاء الله يعني على طول يعني، احنا عرفنا بعض في الجامعه، وحتى ان شاء الله يعني احنا عشان احنا اصحاب جدا، فمقررين ان احنا يعني الشغل اللي هنشتغله قدام هنبقى احنا كلنا يعني هنجمع بعض. الصحاب دايما يتجمعوا بعض ونشتغل مع بعض يعني، مش كل واحد بقى يروح في دنيا ويشتغل في مجاله وبتاع مع نفسه وفي شركة تانية وبتاع، لا هنتجمع مع بعض ونشتغل مع بعض. انتوا لسه طالبة في هندسة اصلا؟ انا اتخرجت وهو لسه السنة دي لسه نتيجته طالعة. ما انت اخر مصيبة عملتها شلت سنتين. هتتعرف النهارده.